السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة إن شاء الله حنشرح عن التطبيق بتاع دينج توك لايت اللي هو بديل للزوم. زي ما عارفين إن الزوم فيه سيكوريتي أقل وبيحتاج لنت كمية وبيحتاج لفي بي إن، إلا إنه الصينيين عندهم بديل للزوم بنفس خصائص الزوم، إلا إن السيكوريتي بتاعته أعلى شوية وفي خصائصه هو أجمل من الزوم. فده زي الزوم عنده اللي هو الميتنج فيه منه نوعين، ففي ميتنج اللي هو الجنرال ميتنج وفي الكلاس. في الكلاس تعمل ستارت الكلاس، طيب بعد اداني شاشة دي كده فبقول له اد، فبعمل انفيتيشن، يا اما اكون عامله في شكل جروب او اشوف الكونتاكت بتاعي اللي هو بحفظهم على حسب الارقام تحت التليفونات، فممكن ادعو مثلا او اعمل له سيلكت اول واقول له اوكي. هنا هو بيعمل لهم كول، اذا هم متصلين بالنت حتجيهم كول، اذا ما متصلين بالنت ما حتجيهم كول. الحاجة الكويسة في الحاجة دي انه انت كأستاذ بتكون متابع، اي زول رفع يده اثناء المحاضرة بتاعتك فبتقوم تفعله وتفعل الصوت أو الصوت والصورة بتاعته والفيديو والصوت، ويقوم يسأل أثناء المحاضرة تقوم تقفل الصوت بتاعه وترجع لمحاضرتك عادي. من هنا بتعمل شيرينج للسكرين بتاعتك. أنا دي كل السكرين عندي، ممكن تعمل شير للسكرين بتاعت التوك بتاعك أو مثلا أي سكرين عندك أنت. من هنا ممكن نعمل سيتينج تيتشر انفايت أونلي ولا تيشر شير سكرين اونلي ولا مثلا يعني بعض الضبط. ومن هنا بتعمل ميوت للناس كلها، ومن هنا بيسجل محاضرتك، يعني انت ممكن تسجل محاضرتك اللي انت شرحتها للناس ديل ويرجعوا لها في اي وقت ثاني للناس اللي ما حضروا مثلا. فدي الخصائص بتاعت الدينج تولك، فشكرا لك.